شهد معبر رفح بعد ظهر اليوم عدة انفجارات متكررة من الجانب الفلسطيني هي الأعنف منذ أسابيع، مستهدفة المدنيين في الأحياء السكنية التي تؤوي النازحين. من جانب آخر، رفضت قوات الاحتلال عبور الشاحنات المحملة بمعونات متنوعة منها الإغاثية والإنسانية والمستلزمات الطبية إلى المدنيين في قطاع غزة. المزيد مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لمتابعة الجهود المصرية من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري. ولكن قبل الدخول في المساعدات والمتابعة، نود أن نشير إلى أن كان هناك انفجارات عديدة وكبيرة على مدار اليوم قادمة من الناحية الشرقية والجنوبية من الجانب الآخر من معبر رفح. ربما يعني هذه الانفجارات تكررت أكثر من مرة، نتحدث عن حدوث أكثر من 7 أو 8 انفجارات على مدار اليوم. أعود إليكم مرة أخرى إلى قضية أو مسألة المساعدات الغذائية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مارست أقصى درجات العنف والقسوة والتنكيل بالشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال رفض عدد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، ويبلغ عددها 31 شاحنة، وكانت تحمل على يعني متن هذه الشاحنات مساعدات غذائية وطبية ودوائية، وكانت هناك شاحنات تحمل أيضا اسطوانات للأكسجين الخاصة بالمستشفيات التي كانت من المفترض أن تتجه إلى قطاع غزة، ناهيك عن الشاحنات التي تحمل أرز ودقيق، وحتى أيضا المنظفات منعت من الدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. إذن نحن أمام مشهد متكرر من التعنت والتعسف الإسرائيلي الكبير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن أعزائي المشاهدين، وأعود إليكم مرة أخرى.